عنا نقولوا كلمه نقولوها قبل الناس الكبار هكا نقولوا هاي معجون بماء بروتة مغطسه في عسل الفسقيه. الله الله عاوديني يدي معجون بماء بروتة مغطسه في عسل الفسقيه والعقره تروح ببني. مدينة القيروان مدينة المقروض ويظهر لي أنواع وأشكال وتلفت لي غاديك للكاميرا واحكي لي على أنواع المقروض القيروان. أنا المختلف مقروض القيروان مختلفة كتب عنا برشا أنواع تولوا كان قبل نوع برك نخدموه تولوا برشا أنواع طبعا عنا تقريبا مدرسة 8-9 أنواع. سميهم مقروض العادي إذا يتخدم بالزيت العادي، مقروض زيتونة، مقروض القمح، مقروض النخال اللي هنا فهمتني ابتكرناه، مقروض اللوز، مقروض الابيض باللوز، ابيض بالبوفريوه، ابيض بالفزق بالفزدقي، ابيض بالزقوقو، موجود هذي كلها عندنا كشويه ذريف زاد بالجلجلان هذي كل تولد جديد ما كانش موجود عندنا. هذا المقروض القيرواني الزمني بطبيعه الحال ومحمد العمراني يقرب لي شوية، أنت نتاع المقروض اللايت جديد الأنواع معتها اللي يحبوها توا واللي أغلب نتاعها يقع الاستهلاك نتاعه في شهر رمضان المعظم سميل للأنواع الأخرين. به نحن توا عندنا المقروض الكوشة، الكوشة هو معناها اللي ما فيهوش زيت فهمني بالزبدة فهمتي ويدخل الكوشة ونجمو نحشيه برشا أنواع فهمني، نحشيه كما باللوز بالشامية بالفزدق بالبوفريوة بالتمر بالججلان مرحي في وسطه هذوما أنواع ممتازين برشا. بالطبيعة المقروض الزمني عند كنتيس العمراني في الزيت والمقروض اللايت يحضر عند محمد في الكوشة فين تحب أنت وين تحب أنت فهمتني، موجود اللايت في الكوشة والزمني عند الوالد فهمتني والكل عند الوالد هو بركتنا هو فهمتني كل شيء هو اللي علمنا هو اللي المقروض بطبيعته هو ايديات صنعة أكيد. مهارة تتعلم تتوارث هكا ولا اكيد اكيد مع الصنعة هذه نورثوها فهمتني الوالد ورثها لنا لينا وان شاء الله لصغارنا وان شاء الله لاولادنا اللي يخدموا معنا الكل مجهودهم معناه مذكور في الحانوت هذا فهمتني وهي صنعة بالاساس فهمتني مشي اندستري فهمتني صنعة باليد. برشا منكم بطبيعة الحال يتسألوا كيفاش يحضر المقروض باش نحاولوا نقربوا لكم بعض الشيء بطبيعة الحال من العجينة اللي تحضر ان شاء الله حتى يولي مقروض كيفاش؟ احنا ناخذوا السميد والفارينة فهمتني مقدار السميد ومقدار الفارينة تعديل بيناتهم الاثنين يتخلطوا مع بعضهم يتصب الزيت وتسمد فيه السمن يتخلطوا مليح يتلثوا نقولوا احنا الثان في الزيت يوليوا معناها يقولوا مبسس فما الناس تقول بس في الزيت ثم يتحط الكركم والماء ويتخلط فهمتني باليدين وماذا بينا يكون باليدين خير من القصعه تدينا حنينه مشكله مع القصعه وبعد يتحط فوق الرخامه هنا يتعجن مليح ونحطوا التمر في جنبنا وخليه يرتاح بعد نقصه نحطوه في نحطوه نحلوا كي مفتول هكا ظريف يتحط في وسط التمر او لوز او اي حاجه ان كانت ويتعمل كيما هكا معناها فاتل فاتل ويتخدم نجم نوريو كيفاش تخدم يلا كيفاش تخدم يلا سي محمد وانت سي الحاج ورينا هذا تو باللوز سي محمد باش نوريو كيفاش تخدم هاهم تو مشي طاولوا هذاك ساي تو هذا مقروض باللوز اللي خلطتوا عليه انتم تو نخدموا فيه القمح والزيتونه والكل مازال تو يمشي فيه تو يديت مصلي عني هي الكل رايحة الحرفة أي حرفة كانت يلزمها الفرحة نقولوا احنا والسوابة سوابة حنان إذا لو احنا قبل نقولوا واحد يدو لغتنا نحن يدو ما تحرق العجين ياسر مصلي عني هذا الطابع نتاع المقروض هذا الطابع هذا الطامبون نتاع المقروض هذا أصيل القيروان نقلبه له وريه هذاك اصيل القيروان. ايه الكاميرا. هانو. موجود كان في القيروان لما تلقاوش القيشه هذيك موجوده كان في القيروان. باهي من بعد ما تعملوا هكا شنو باش تعملوا؟ مش يقصوا. يلا. هاي سمعت انت قلت. هو يظل يقص على حساب اللي حاجته به بين يديه، كان كبير يقص كبير، كان صغير يقص صغير، كان متوسط يقص متوسط. يعني ايده يتصرف فيها كما يحب القص.
باهي، هذا المقروض مصلي على النبي معناتها بالمهاره نتاعو كما شفتوه في الصوره. والكل سامحني كيف كيف قد بعضها صلي على النبي هاني قد بعضها، فما ناس ما تخش قد بعضها سواء في العلو سواء في فهمتني، فما ناس تقرا شيخ شيخ علمت وانت الصنعة شربست ربست ها مريقل تو يلا كمل لنا الثاني لما ذوك في مش تحط قدامك مش مشكل حط ثما يعني بعد يتحطوا كيك يتحطوا في الطبق وبعد يترميوا شوف تلقاهم فرد ميزان تلقى شي حلو شي هابط يعني وريت معانو عامل عمل توا قلب كبير شوي تو مش يتصرف قلب كبير هو يتصرف في دي سي العمراني انت تراقبهم في الخدمه بالطبيعه بالطبيعه نراقبهم وديما هانو مره الحقيقه عندنا اولادي يسمعوا الكلام الحق فما الناس ما تسمعش الكلام توريتها هذه ولد كبيره هي بده يريد عجين كبروا هذا المقروض الكبير الكبير تو هذه الدير ياخذ امشي هانو يتصرف كما يحب هانو يتصرف ياخذ راه قد بعض هي المشكله في اللي قد بعض ها ياخذ تلقاش كعب اكبر من كعب مش يمشي على القصه على القصه هذه ريت وذي هاي قابة هنا كعبة هنا يعني هنا لا هو يقص وحده كيما يحب لكن بيديه طلع قد اختها بالميزان تو تحطهم فوق السلة بس كلها تنقم قد قد هذا الفين ال ال معنا فما نوع اخر زاد عمل واحد سيجار سيجار هذه شنو هي السيجار؟ هكا كيما غرابي تنقش بالسكينة يتخدم غاتوريهولك هانو يطولوا تمشي يطولوا ويجودوا وينقشوا بعد بالسكينه احنا عندنا نقولوا كلمه نقولوها قبل الناس الكبار هكا نقولوا هاي المعجونه بماء بروته مغطسه في عسل الفسقيه الله الله هاوديلي هذي المعجونه بماء بروته مغطسه في عسل الفسقيه والعقرة تروح ببني توختني اش معنى كيف معنى كي تاكل من المقروض هذايا حتى تكون عاقل وتولي تهدى ما بير بروتا مفهوم مفهوم عسل فسقية فسقية مفهوم ما طول الفسقية مش كيما المرموته كبيرة والعاقر تروح بسقية كيف هذا تروح ببنية هاد شنو تولد عاقرة تولد ايه يعني كيف كلمة تاع الفدلكة عاملينها الفدلكة هذه قلنا شنية هذه سيجار تو همشي همشي ينقشوا ينقشوا لكم ريتها النقشه فيها حيله ريتها كيف فطرها شويه فني هاني سكينه رقاده باش تفطر هي باش ما تطلعش مقنفله مش يرجع كيف كيف تو هاني ولات مفطر العكس العكس تولي كاني مضروب حشاك اللي حشاكم اليهود يخدموا كي هكا ما يخدموش بالقلب كيما نحن ديما مختلفين علينا ها تو قصة اليهود التوانسة يصنعوا المقروضة يخدموا المقروضة وين؟ كانوا قبل عنا هنا ما حضرتش عليهم الحقيقة يعني في سوسة كان فما واحد حضرت عليه اللي مات هنا كان بحث المورابري قبل كان يخدم فيه هذا بن قيشة كي هكا لكن كبير يلا محمد قص كامل قص فهمت توا دور اللي مصلي على النبي تهنينا عليه لا ما بايا لا بلا بلا قلت رب حط بعدها مسير تبع المحل الولد يرميهم مع بعضهم حط بالاثنين برك مهند تو باش يعمل المقروض الجويل الجويل قبل كنا نخدم المقروض فمش كيما هكا كان قبل كان الكيلو 200 غرام فارينة قبل نخدموه معناها الكيلو فارينة سميد فيه 200 غرام فارينة تو مشيت السميد تبدل وما قعدش كل الانواع نتاع قبل بعدين كيلو كيلو اما قبل كنا ناكلوا فيه كيلو 200 غرام فارينة نص طرف فارينة نص طرف الفارينة فيه ويطلع مقروض مريقل ويطلع باهي وما يشرب السكر قد هذا تو يشرب برشا سكر يشرب برشا خاطر فيه اكثر فارينة خاطر كان مش يخدموه سميد بري يوليك الشقاف نقولوا احنا عشان ما يطلعش قاتل من السميد اللي تبدل على قبل ما قادش السلعه نتاع قبل هذيك اللي نخدموا فيها
فما نجم نخدمه بالعسل، عسل النحل يتخدم يتكسر العسل النحل والسكر مع بعضه خاطر قوي هو واليابس يتخدم حتى بعسل النحل نخدموه. ما عادش خاطر الناس ما عادش كيقبل الواحد. والعسل زاد بتاع النحل غالي برشا. غالي برشا. غالي برشا. هذاك بالنص. هذا بالثلاثة محمد لصقهم بعض. أيوا هانو. ريتو كيف نقول هذاك هذاك شوي. ويضر لي الأبن شوي. أبن بنين وخاطر تدور فيه النار الطيب. تو شنو باش تصنع؟ وردة ليلك. مقروض وردة. هالطريف تمر تفل طريف ده بالليل طريفة هذي اللي خاتب جديد يهز ايوه السكينة هذي وردة زمنية ورد أيام زمان هذا بس مش تبالي ورد تبقى تربي شو صلي عني بي مش تبالي كنت ما دام ما تزيلها ورده في شهر الفضيل وانا نزولها مش معناها تخدم لها نخدم لها ما لا تستحقها ونستحق الحمد لله صلي على النبي بي توا وريني معناتها التطيب نتاع المقروض والتشحير نتاعو هذا نمشيو توا فين التواجد تخدم غادي نقولوا احنا الطاجين نقليوه باش نحولوه من هنا للقليان التحضير المقروض فن فن والطياب نتاعو هو براحة. هو روح الخدمة هو روح الفني اللي حضرناه القصعة وذيك روحها هنا في القفل في الطاجين قبل أيام زمان كان شكون يبيع المقروض وشكون يمشي للعروسات ويحضروا كيف المعلم عرف يجي نمشي معاه مقبل وحنا تعلمنا عليهم ولا نمشي للعرس كانوا يخدموا العرس بالمقروض والغريبة وبقلاوة وشر الفضيل زاد يحضروا برشا ونا حتى في الظرفين كل العشر أيام الأخرانيين ذا نخدم في البقلاوة للناس في الديار نمشيو للدار نحلو لتبقى البقلاوة ونروحو مشي تمشي تشري من الباتيسري كما تو لا كنا نمشيو للديار نخدمو البقلاوة للعيد مثال عندها تبقى بقلاوة للعيد عندها قلبة نقولو قلبة مقروض للعيد عندها قلبة غريبة للعيد هذوما كل يحضروا باهي واحنا توا المقروض نتاعنا باش نطيبوه للميدة الرمضانية للطاولة الرمضانية يلا سي محمد وريني كيفاش يطيب هذا نرميوه نفرقوا المقروض ما نرميوش فوق بعضه مش ما يلصقش اكيد هو مش باش ما يلصقش باش الكعبة الزينة هذه تقعد اذا كان مش نرميه فوق بعضه هكا ما يتفعلش الزينة تتنحى كالزينة هذيك تتنحى كنا نخدموا فيه على البار ومش قال جيزان كي هكا كانت بابر بالجاز وكانت بال تو الدنيا تطورت تطورت ياسر تو شنو عارف حقيقة تعب كبير برشا بالجاز ياسر لما ديما يبقى المقروض القيرواني الأبن فيه. والأحلى في تونس تباع فيه سر رباني سبحان الله تو هاي برشا ناس خرجت تخدم البر دي ما اللي بدل من هنا الأصل منه بيه من بعد ما يتيب المقروض بطبيعة الحال فما التشحير نتاعو باش تحطه في العسل طوى من بعد محضر تحطوه يرقد شوية في العسل يرقد شوية يرقد نطلوه من الزيت السخون باش يشرب المقروض باش يشرب العسل إذا كان يكون مش سخون ما يشربش المقروض اللي برد ما يشرب أما كذا السخون متزين هك يتابت في ساعة حتى البرد يشربوا ورينا ترى هذا مش أنا نوريك كيف إيش نحرق هذا مزاج هذا مزاج شوي هم فعل هذي مزاج السخون شخات العسل مليح هذيك تو بريسك حضر بريسك حضر ذي تو
هذا يطلع الكسكسي يقطر من العسل اللي تصب في بعد اللي يتباع. هذا ما خبز لوز من هنا نحطه في الكسكس. ها ان شاء الله الحسن ديما ديما يخدم شويه هكا مخه يطلع. نختم معاك معناتها سي العمراني بالنسبه للمقروض القيرواني سويبعات ويديات وصنعة ومتسمي على مولي المقروض القيرواني صنعة هي صنعة وفيها برشة حاجات معناها حرفية في اليدين وفي الصنعة في كل شيء. ساعة تحبك سميد تطيح ساعة تحبك في تطيح من أي رخي اللي تخدمه اللي مرخي جيب كرش مش تخدمه في حيلة فهمتني. ساعة يجيك عسل قوي في حيلة باش ترده معناها خفيف. ساعة يجيك برشة حالات فيه برشا خصوصي في الفيح وزاد الفيح ويلزم يكون مولاه اللي فاتح مش يجي يفوح المقروض. إذا فما كنت تي تصب بين القرفة وبين الشورد وبين العود إذا كانت تكون حاجة مخالفة ولي حر من طرف المقروض إذا كانت تقول ولي حرة تحرق في القراجم خاطر مش كيف ونرجع للشر الفضيل في القيروان. الشر سيدي رمضان عنده طابع خاص في القيروان بالحق طابع خاص. احنا العام كنا نخدم على رمضان نعمل كل نخدم على رمضان خاطر رمضان هو فيه شر عمل الحقيقة شر عمل بالقدا زاد خصوصي الأيامات الأخرى فيه شوية خدمة. هذاك العام الكل مقرضية كل تخدم على رمضان العام الكل ولا المول أقل شوية. أما ديما كي تبدو تخدموا في المقروض في القروان ديما شيخين الحمد لله عبد المجيد السعد يخدم البريق يخدم وحنا نخدم. يعطيك الصحة. قل محمد الخدمة تورثها على الوالد وتبارك الله لما في رمضان وحدها والصنعة من البو الولد الولد ولد أكيد هذه نحن في الأجواء ديما بتاع رمضان هذه معنا من اللي حلينا عينينا شفنا الأجواء هذه وأجواء الغيد خاصة من بعد تبدأ أجواء حلوة برشا الأحباب تجينا والأصحاب يجيونا فهمتني لهنا ويهزوا الحلو والمقروض فهمتني ويبدأوا شيخين بحوالي فهمتني الناس الكل. وأجواء رمضان معناها أني توا مثل رمضان ما يتعديش من غير ما نبدأ هكا في الحانوت ولا مصبح في الحانوت ولا ما يتعديش يا حلو فهمتني. وزيد نخرجوا حتى أبار الحانوت عنا الجامع الكبير عنا فهمتني الناس تجي من كل بلاصة للجامع الكبير يصليوا التراويح جامع عقبة بن نافع يصليوا التراويح زادا فما زوار للقروان لهنا يجيونا يصليوا ويهزوا المقروض ويروحوا. إن شاء الله تنزل عنا الغمة وتنتهي كورونا والدين والإسلام أمين. في القيروان دائما متواجد وقوي ومطعم شر البذيل وريحته في القيروان لا تضاهيها أي جهة في البلاد التونسية بالحق. إن شاء الله ربي يعدنينا الغمة هذه متاع كورونا فهمتني. إن شاء الله داها الحكومة تحللنا العشر يوم الأخرانيين باش نخدموا فيهم إن شاء الله. عشر يوم الأخرانيين هذيك أروح الخدمة فهمتني العشر ايام الاخرانيين نتاع رمضان هذيك روحنا هنا في القيروان في كل ميدان راه مش كان في المقروض. ان شاء الله ربي يجل عنينا الغمه بجهبي ربي يحفظنا من الكورونا. ان شاء الله كل مسلم بخير وان شاء الله رمضان مبروك على كل التونسيين والتونسيات وكافه الامه الاسلاميه في كافه اصقاع العالم. امين ان شاء الله مبروك على الامه الاسلاميه الكل فهمتني. ان شاء الله ربي يحفظ تونس.